سلمى، يمكن لكل بنت بطفولتها كان لها دمية مميزة بتعتني فيها، ويمكن حاولت تفصل لها فستان، أو يمكن تمول دمية خاصة فيها. كلياتنا يمكن مرينا بهي التجارب وكانت بتعني لنا دميتنا. أكيد أكيد نور. واليوم معنا تجربة خاصة وفريدة مع ست يسر صفدي، اللي طبعا بتصنع الدمى يدويا، وأيضا ابتكرت طريقة ممكن نتعلم من خلال الأطفال انه هن يبتكروا دميتهم الخاصة. رح نروح لتفاصيل هالعالم الخاص الحلو الجميل اللي الكل بيحبه اكيد، ونتعرف على تجربتها بشكل اوسع. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. اهلين سلمى، يعطيك العافية. الله يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن مشروعك، كيف بلش، كيف كانت البداية، ويمكن هيدا المشروع بتلاقي حلم كل صبية او بنت يكون عندها. تمام. مثل ما ذكرتي انه فعلا كلياتنا كان عندنا تجارب ما كانت يعني باحلى النتائج، فكان هذا الشيء عندي مثل دافع لاني اخرج هذا المنتج. صحيح. المنتج هو الحقيقه خليط من حلم الطفوله مع شغفي وحبي بالفنون، وهو نابع كمان من رغبتي باني اني اعمل مشروعي الخاص واعمل شيء بحقق هدف، وتابع ضمن رغبتي ورسالتي بالحياه انه انا ارفع الوعي عند هذا الجيل وساعدهم على اكتشاف مواهبهم اللي الله اودعهم فيها، بس يعني هن عم يستنوا الفرصه لحتى تطلع هي الموهبه. حلو. فهذا المنتج مثل ما لك شايفه هو عباره عن صندوق انا بحط فيه منتج اسمه جاسمين دول، يعني هي لعبه بس هي مختلفه عن اللعب الموجوده بالسوق. ليه؟ لانه هذا الصندوق هو بيساعد البنت على انها تصنع دميتها بنفسها. احنا بنلاقي دمى جاهزه كثير بالسوق، بس انه البنت هي تصنع دميتها بالطريقه اللي بتحبها، بتخيط لها ثيابها، بتركب لها شعرها، بترسم لها عيونها، بتخيط لها حذاء او حقيبتها، فبتطلعها بالشكل اللي هي بتتخيله وهي بتتمناه، وحتكون رفيقتها وين ما راحت وين ما اجت. تماما. هلا انا مثل ما عم شوف الصندوق حضرتك اللي عم تشرحي، طبعا موجود معنا بضمن كل صندوق بعض الادوات اللي موجوده، اذا بندخل عليها شوي حتى نظهر تفاصيلها ونحكي عنها. تمام. بدايه هون حضرتك حاطه رابط الصفحه مشان اللي بده يفوت يشوف فيديوهات. تمام. يتعرف عليها. وخليني اقول هون عنا قلم. تمام. والعصا، العصا السحريه اللي تعمل عصا عروس البحر، يعني هي هذا المنتج هو هذا النموذج تبعه، هي النموذج النهائي. تمام. هي طبعا هي عروس بحر لها ديل سمكه، وممكن تبدل ديل السمكه ونلبسها تنوره، فهي يعني فيها حركه انه البنت بتلبس وبتشلح بهذا. هي قبل ما تنتهي طبعا. تمام. هذا تمام. جزء تمام. هي الأساسي فيها الدول اللي هو أنا صانعته، تقدري تفتحي الإيدين وتشوفيها. أيوة. وطبعا الأقمشة بتبقى أقمشة متناسقة الألوان ومحددة، الصوف، الشعر، الإبر، الخيطان، الأكسسوارات، كل شيء. أنت تاركة هون مساحة حرية لهو يختار القماش اللي بده إياه. تمام. ليصمم. تمام. الطفل أو الطفلة ويعمل. تمام. أكسسوارات وكل شيء، لحتى البنت هي بقى تبتكر والصوف. تبتكر بطريقتها. وبس اهم شيء بالصندوق مثل ما لك شايفه اللي هو الباترون. الباترون انا بحب اشرح هون مثلا بهي الدميه اللي بايدك، هو عباره عن مخطط لحتى البنت تقص القماش بطريقه صح. فبالتالي هيك هنا نرفعها بس شوي. تمام. يعني هي مثلا بالنسبه لديل السمكه. اي تمام. كمان شوي نرفعها. هي ديل السمكه، هي الشوز، وهي التنوره والتيشيرت تبع الدميه، بحيث انه هيك بتتبع التعليمات بشكل صح وما بتهدر قماش وبتحقق امنيتها. مثل ما حكينا انه بالطفوله كنا كثير نقصقص قماش ونكب قماش. صحيح. وما تطلع معنا النتيجه المطلوبه، اما هيك بمساعده الباترون والخطوات، وانا شارحه كل الفيديوهات على الصفحه بحيث انه البنت ما تتعذب ابدا حتى بتركيب الشعر. هلا يمكن المختلف بمشروعك ست يسر عم نشوف ونتابع مع بعض، هو مثل ما قلتي يمكن انت رايحه لمنهج يمكن فينا نقول توعوي تعليمي. تمام. للطفل. كثير بالاونه الاخيره شفنا بالهاند عم يتجهوا لصناعة الدمى للأطفال، لكن عم تكون يعني البنت واللعبة فينا نقول كاملة مكملة. هون لا، تكون الطفل عم تشارك أو الطفلة بتصنيع اللعبة تبع الخاصة فيها، بتحب كيف تكون، كيف بتشتغل عليها لتشبهها. هي نقطة كتير مهمة فينا نقول. قديش مهم فعليا اليوم نشارك أطفالنا من خلال هذا المشروع لتنمية فينا نقول مداركهم، مهاراتهم وإدراكهم؟ تمام.
التنمية المواهب هو أحد يعني مجالاتي اللي أنا بلشت فيها بمشوار تطوير الذات. كنا كتير نعلم أولادنا بالكورسات أنه لازم تكتشفوا شو الله عطاكم نقاط قوة ولازم تستثمروها لحتى يكون هذا الشيء بالمستقبل مساعد لكم لاختيار دراستكم بالجامعة وبعدين اختيار الوظيفة أو العمل بالمستقبل، وهذا الشيء بيساعد أنه الشخص بعدين يختار المكان الصح، يختار شغله الصح، فحيأبدع وحيأتقن وحنطلع بالنهاية الرجل المناسب بالمكان المناسب وإن شاء الله يعمل خير بالمجتمع. فتطوير المهارات هون ضروري. المهارة اللي حيتعلموها بهذا المنتج مهارة الخياطة اللي للأسف كثير من البنات أو كثير من البيوت اختفت عندهم هاي المهارة. احنا مثل ما بنعرف جداتنا كلهم كان عندهم ماكينة الخياطة، ماكينة الخياطة يمكن كانت شيء أساسي تطلع مع كل عروس بجهازها. نحن اليوم عم نعلم لحتى البنت تاخذ الأساسيات البسيطة من مهارات الخياطة لحتى يعني تشبع يعني حاجياتها الأساسية، إذا انقطع مع زر تقدر تخيطه، بالإضافة لأنه الخياطة بتعلم الصبر، بتعلم الفن والإتقان، وبتحرك العضلات الدقيقة، ويعني شوي يخفوا عن أجهزة التعباتي اللي أخذي منهم كل وقتهم وتفكيرهم يعني. ست يسر، وانت عم تحكي طبعا فريق الاعداد جمع لنا مجموعه من الصور يمكن من نشاطات متعدده حضرتك شاركتي فيها، وعم نشوف في شيء له علاقه بالاطفال، في شيء له علاقه بالمدارس، في شيء له علاقه بالتنميه والدورات. خلينا نحكي شوي عن هي التفاصيل اللي هي كثير مهمه. المشروع ما ضل فقط مجرد انك انت عم تطرحي الافكار على مواقع التواصل الاجتماعي ومصممتيها ومجهزتيها، لا، انا شايفه من خلال الصور انه انت دخلتي ضمن دورات معينة. خلينا نحكي عن هذا الجانب، كيف شفتي تقبل الأطفال؟ الحقيقة كان تقبل رائع. أنا عملت أكثر من 8 ورشات بسوريا وبرا سوريا. أنا كتير كنت سعيدة أنه عم لاقي نتيجة رائعة عند هالأطفال، حتى عم لاقي أنه في بنات عندهم ابتكار بي 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 يعني أنا بعطيهم خطوات ليمشوا عليها، لكن في بنات كتير بيخرجوا عن هاي الخطوات بيفاجئوكي نوعا ما، بيفاجئوني الحقيقة بأنه عملوا أشياء مختلفة وجميلة جدا، وأنا هذا بيسعدني أنه أنا فعلا هذا المنتج حقق يعني حقق الغاية المرجوة منه. فأنا عندي مشروع أنه أنا بعمل ورشات، والشغلة الثانية أنه أنا ببيع منتج، هذا المنتج أنا ببيعه، فكمان بلاقي كثير من السيدات اللي عم الامهات اللي عم يشتروا من عندي هذا المنتج بيبعثوا لي شكر، بيبعثوا لي صور بناتهم مع الدمى تبعهم وكيف بالليل نايمين معهم وعم يحكوا لهم قصه ما قبل النوم. بقى كمان انا كثير هذا الشيء بيسعدني، حتى واحدة من السيدات اشترت من عندي هذا المنتج وكل ما صار عندها مناسبه بتتواصل معي انه انا بنتي عندها عيد ميلاد بدها تاخذ هديه لرفيقتها، والهديه حابه تكون مميزه ومختلفه وكمان بسعر منطقي ومعقول. طيب خلينا نحكي بالختام معك ست يسر، أشرتي لنقطة كثير مهمة، يمكن اليوم من خلال هي اللعبة أو هيدا المنتج والورشات التعليمية تنمية وقدرات مهارة الطفل بعيدا عن التكنولوجيا والآيباد، فينا نقول الموبايل اللي طول الوقت عم تلاقي الأطفال مسمرة على الشاشات. بالختام طموحك وين توصلي بهيدا المشروع لتقدري يمكن مثل ما قلنا نعمل شيء جميل تعليمي للطفل بعيدا عن تطور التكنولوجيا اليوم؟ تمام. العالمية بإذن الله إن شاء الله. هلأ حالياً المنتج وصل للسويد، لألمانيا، للإمارات، لكندا، وقريباً لبريطانيا، طبعاً بمساعدة الأحباب والأصدقاء اللي آمنوا بموهبتي وقدراتي وآمنوا بهذا المشروع أنه بيستحق أنه ينتشر، فانتشر لكل هاي البلاد. أنا إن شاء الله الخطة القادمة أنه أنا عم بشتغل على أني أعمل فيديوهات لغير الناطقين باللغة العربية لحتى يصل لأكبر شريحة من الأطفال، لأنه فعلاً هو مشروع يعني بيحتاجه كل طفل لحتى يكتشف موهبته. أكيد يعني نحن فخورين كثير فيكي وشكراً لوجودك معنا. أكيد ست يسر صفدي، المشروع جداً مهم بهذا الوقت اللي نحن عم نمر فيه، عم نواجه يمكن تحديات صعبة بالحياة وبحاجة دائماً أفكار خلاقة ومبدعة. شكراً كثير لك. شكراً كثير. بحب أوجه الشكر لأهلي، زوجي وولادي اللي دعموني من استديو زوجي، اكيد بدنا نوجه له تحيه لانه هو دعم اساسي لإلي. شكرا كثير، كان كثير له دور كبير يعني بالحسابات والاشياء اللي يعني انا مالي كنت متفرغت لها،
بالإضافة لمثل ما عم لكم الأهل والأصدقاء اللي آمنوا بهالفكرة ونشروها ووصلوها حتى سافرت الفكرة لكل أنحاء العالم. أكيد نتمنى لك التوفيق. يسر الست يسر الصفدي، إن شاء الله توصلي للعالمية ونرجع بنستضيفك دائما. النساء السوريات عندهم مواهب وقدرات بيفاجئونا فيها. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لقناتكم اللي أتاحت لي فرصة أحكي عن هذا المشروع. شكرا لك.